بتقول إيه القاعدة؟ أحسن خريطة لحياتك. هنرسم خريطة لحياتنا، تقوى فاستقامة فهداية لصراط الله المستقيم، فمرور بسلام على الصراط في الآخرة فتجد باب الجنة أمامك. عايز خريطة أحلى من كده؟ لا تمام كده. نقولها تاني؟ حلوة. على فكرة اللي بيكتب الحاجات دي كده بس عشان نديها حقها تاني. ومكتوب الفهم عن الله ثلاثة لأن دي ثالث قاعدة. طب الناس اللي ما حضرتش القاعدة الأولى والتانية يرجعوا الحلقتين اللي فاتوا. طيب أحسن خريطة أحسن دي من الإحسان. أحسن خريطة لحياتك تقوى فاستقامة فهداية لصراط الله المستقيم في الدنيا، فمرور بسلام على الصراط في الآخرة فتجد باب الجنة أمامك. يا رب يا رب. هم أربع كلمات: تقوى استقامة هداية صراط مستقيم صراط الآخرة. دول كده كملتهم أنت من المحسنين. تتقي ربنا وتتقي ربنا وتتقي ربنا يوم واتنين أسبوع واتنين في رمضان، مش 100% 60% يغلب عليك أن أنت بترضي ربنا في الحاجات الأساسية كلها أو بتستغفر ربنا لما تغلط. وصلت لآخر رمضان أنت للمتقين. خلص رمضان كملت على التقوى، مكمل تقوى شهر واتنين، وصلت لست أشهر لثمان أشهر. إيش معنى ست أشهر لثمان أشهر؟ عشان علم النفس الإيجابي بيقولك العادات ما بتثبتش في الإنسان إلا من 6 إلى 8 أشهر. انسوا حكاية 21 يوم ده، مش كلام دقيق. من 6 إلى 8 أشهر مشيت على الهابت بتاعتك ومثبتها تقوى تقوى تقوى، 6 إلى 8 أشهر أنت مستقيم، أنت وصلت لمنزلة الاستقامة، أنت من مكتوب عند الله من المستقيمين. الله، يبقى تقوى تقوى تقوى. خلص رمضان إن شاء الله من المتقين. نكمل تقوى، يبقى البرنامج ده مش لرمضان وبس، ده مكمل معانا، ده طريقة حياة. كملت 6 أشهر 8 أشهر أنت وصلت للاستقامة، مش 100% 60% 70% لأن إحنا بشر. كملت بقية حياتي باستقامة، أنت هديت لصراط الله المستقيم. كل اختياراتك في الحياة هيبقى ربنا منورها لك. أتجوز دي ولا ما أتجوزش دي، أشتغل الشغلانة دي ولا ما أشتغلش الشغلانة دي، أسافر ولا ما أسافرش، أقعد مع أهلي ولا أسافر، أخد المنحة دي ولا ما أخدش المنحة دي. هداية هداية لصراط الله المستقيم. حكمة حكمة. كملت كده وطلعت من الدنيا، أول ما تطلع تلاقي قدامك الصراط، تلاقي نفسك عديت من الصراط، الناس كلها بتتكعبل وانت عديت، تلاقي باب الجنة قدامك. خلصت الخريطة، ودي خريطة حياتك، أحسن إحسان وأحسن خريطة لحياتك. حلو؟ حلو الكلام. سهل قوي ولا بس لسه بقى؟ طيب تعالوا احنا عرفنا التقوى. يغلب على حياتك مطرح ما امرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. تتقي الله في الحاجات الاساسيه، وقلنا حلقه امبارح، الناس ترجع لحلقه امبارح. طب ايه هي الاستقامه؟ الاستقامه ان تتحول التقوى الى عاده مستديمه. بس يعني ايه؟ يعني الاستقامه امتداد شرع التقوى. خلاص يعني التقوى بقت طريقة حياة، انت وصلت للاستقامة. الله. طب هي الاستقامة دي موجودة بس عندنا في الدين ولا موجودة في علم النفس الإيجابي؟ صدقوا طلعت موجودة في علم النفس الإيجابي لما حطوا الـ 24 صفة بتاعت أقوى صفات للشخصية الإنسانية اللي تخليه ينجح في الحياة، حطوا منها الاستقامة بين قوسين النزاهة، سموها النزاهة. طب وإيه عرفوها؟ قالوا إيه؟ نمط منتظم من التصرفات، ماشي على خط واحد. نمط منتظم يعني، عشان بس الكلمة صعبة، نمط منتظم أنا بقولها زي ما هي مكتوبة، نمط منتظم من التصرفات يتفق مع قيمك ومبادئك وما تؤمن به. اللي برا زي اللي جوه. اللي برا زي اللي جوه. عملت كده أنت مستقيم، لأن اللي برا زي اللي جوه. أنت ده تعريف الاستقامة. وقالوا عليها إيه؟ إن الـ 24 صفة من صفات قوة الشخصية، لو عايزين نحط مركز ليهم والـ 24 بيدوروا حواليهم الاستقامة. إيه ده؟ هو علم النفس بيتكلم في الحاجات دي؟ أيوه بيتكلم في الحاجات دي. طب أيوه لازم تتفق، بس يبقى اللي بره زي اللي جوه، ظاهرك زي باطنك. عشان كده القرآن فقال فاستقم كما أمرت بما يتفق مع أمرت به من قيم ومبادئ. أنا كنت دايماً أقرأها أقول طب شمعنا كما أمرت؟ ما هو كله ما أمرت. لأ، لما نيجي عن الاستقامة لازم ده زي اللي بيقوله علم النفس بالظبط، لازم يبقى جوه. يا تمشي كده هو ضبط المصنع 100%؟ مش 100%. لا، محاولة الإحسان إحسان، محاولة الاستقامة استقامة، محاولة التقوى تقوى.
طيب النتيجة تكون إيه؟ النتيجة إنك تعيش عيشة حلوة. النتيجة إن أنت مفيش صراع داخلي، مفيش حالة مصارعة. في ناس من جوه خناقة، في ناس عايشة. اوعى تحكم عليكم المظاهر، أنت مش شايفاه في بيته لما بتتقفل عليه قطه بيبقى عامل إزاي. طيب هو بديل الاستقامة إيه؟ بديل الاستقامة إنك ماشي بهواك. أعوج، معوج، دي مش عيشة. دي اسمع الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. الله على القرآن. أنه أحلى، أنه أحلى، اختاره زي ما أنت عايز. طيب وهو أسوأ شكل من عكس الاستقامة إيه؟ إنك تغير قيمك اللي جوه عشان تظبطها على تصرفاتك اللي بره. مفيش أسوأ من كده. يقول لك إيه؟ ما هو الخمر حلال، أما هو في واحد قال الخمر حلال يفسروا على هواهم. يا عم ده القرآن وإجماع الأمة، أنت بتقول إيه؟ أنت عايز، أنت عشان عايز تشرب بتغير قيمك من جوه. أنت بتشتغل نفسك، عارف كلمة بيشتغل نفسه؟ بيخدع نفسك. أنت بتخدع نفسك، أنت بتضحك على نفسك. أنا عندي تقول أنا غلطان وعايز أرجع زي قيمي، أحلى مليون ألف مرة من أنك تعمل الحركة دي. ليه تعمل في نفسك كده؟ بتقلب قيمك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، خلى هواه هو مصدر قيمه مش الله. طب إيه يعني؟ يعني ما ينفعش أغير قيمي في يوم من الأيام؟ طبعا ممكن تغير، بس مش عشان الهوى. لو لقيت إن في حاجة أفضل، ومش هتضحك على ربنا، ربنا شايفك من جوه. طب ما هو عمر بن الخطاب متسق مع قيمه جدا، شاف إن محمد صلى الله عليه وسلم بيفرق قريش، فخد السيف رايح يقتله. لما سمع القرآن لأ غير وعدل على قيمة، بس ما بتضحكش على نفسك، ما بتضحكش على ربنا. ده بيبقى كبر يا دكتور. طبعا بيبقى كبر. فرجع عمر بن الخطاب وشاف ده عز الإسلام، هو عز العرب وقريش. فهو في الأولى وفي الثانية متفق مع قيمه. طيب نرجع لعلم النفس تاني. علم النفس تاني بيقولك طب هو الإنسان لو بقى مستقيم يبقى عامل إزاي؟ بيقولك منتهى الشفافية، منتهى الراحة النفسية، منتهى الاطمئنان الداخلي، مش قلقان من حد، محدش له عنده حاجة. وحاجة تانية قال لك ويحدث عنده احترام للذات. صح. طيب والتاني بقى اللي ماشي ملخبط قال لك ايه؟ قال لك في صراع داخلي، عشوائية الحياة، يحس ان الدنيا مكبا على وجهه. شفت كلمة مكبا على وجهه؟ عشوائي. وقال لك حاجة تانية، احتقار الذات، أنا مش حقيقي. إيه كلام؟ أيوة، إيه كلام علم النفس ده؟ طب نرجع للقرآن. القرآن قال لك جايزة الاستقامة عندي جايزة واحدة بس. الاستقامة هي امتداد شرع الإيه؟ الحسين. لا. عصم حافظ يا عصم. لكن الإحسان ماشي معانا على طول. امتداد شرع التقوى يا عصم. فإيه الجائزة بتاعة القرآن للاستقامة؟ جائزة واحدة، تأييد الملائكة. أنت معك الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كل هي بس ما فيش جايزة غير دي. بس هو يعني إيه تتنزل عليهم الملائكة؟ سكينة، تلاقيه كده رايق. نفس كلام علم النفس، شفافية وراحة نفس. إيه كمان تنزيل الملائكة؟ يأمنوا على دعائك. تخيل أنت بتدعي عبد الحميد والملائكة تؤمن على دعائك، مش واحد بيأمن على دعائك. إيه كمان نزول الملائكة؟ قوة نفسية هائلة، مدد رباني، مدد رباني هائل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله. الله على الاستقامة. بس ما خلاص ما فيش في الاستقامة حاجة زي أكتر من كده. نور، ما الملائكة من نور، حياتك تبقى نور. طيب أنا على الاستقامة بعد شوية يحصل إيه؟ هداية من الله. أنت بقالك كده شوية، بقالك دخل على 6 أشهر ولا حاجة بعد رمضان مكملة في الاستقامة، هداية. هداية لإيه؟ هداية لصراط الله المستقيم، اختيارات الحياة. عشان كده احنا بنقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة.
لأنها الدعوة الوحيدة في الفتحة. الفتحة ما فيش فيها غير دعوة، طلب واحد، اهدنا الصراط المستقيم. وكل اللي قبل وكل اللي بعد على الكلمة دي اهدنا الصراط المستقيم. يا نهار أبيض، هو إيه الصراط المستقيم؟ الناس فاكرها أنها الأخرة بس، ده الصراط المستقيم الحياة. وريني وريني طريقي، وريني أعمل ده ولا ما أعملش ده، وريني النور، ألهمني. لو استقمت لازم يوريك الصراط المستقيم ويهديك الصراط المستقيم والنور يجي. أعرف واحدة ست هي بتحكي لي، بتقول لي أنا كان لي علاقة غلط مع شاب قبل الجواز، ويعني وخلاص، وبعدين زهقت من نفسي وقرفت من نفسي والمسكات اللي أنا لابساها وبضحك على أهلي، وبعدين تبت إلى الله، استقمت، جوزت، خلفت، مشي كده، هو منتهى الأمانة، منتهى الوفاء. فجأة ظهر الرجل القديم مع صور، مع فيديوهات، مع 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 لازم تقابليني بكرة، أنا عايز أقابلك، أنا ست متجوزة، هقابلك يعني هقابلك، وإلا هعملك وهعملك وارتجفت وبقت مش عارفة تتصرف إزاي، أروح ما أروحش. بص الهداية، أنا ربنا مش هيضيعني، أنا ربنا مش هيسيبني. لا، اتصل بيها، أنت ما جيتيش ليه؟ قالت لو اتصلت هنا تاني أنا هخرب بيتك. هو عجيبة، أنت مش عارف أنا هعمل فيك إيه. أنا ماشية باللي يرضي ربنا، اخبط دماغك في الحيط، ربنا هينصرني. حصل إيه؟ اختفى. الله أكبر، الله أكبر. اختفى، صرفه الله، مد بقوة، مد بقوة. شوف، تتنزلوا على ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. والله يا جماعة أبشروا، شوف أنا هقول نفس كلمة القرآن، رسالة تطمين، استقيمي وما تخافيش، امشي على التقوى بعد رمضان، انوي انوي من دلوقتي، انوي الاستقامة. يا رسول الله، دلني على قول في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي كلمة في الإسلام ما أسألش عن حد. قال قل آمنت بالله ثم استقم، كمل تقوى. حلو الكلام؟ طيب.